جاد داغر، اصلي من الشوف، عمري 22 سنه، درست بزنس ماركتينج ونحن خيم بالعائله، انا الزغطور. كان عمري 18 سنه، فقدت شخص كثير قريب على قلبي، ومن هنيك تعلمت انه ما في شيء محسوم بهالحياه، ومن ورا هالشغله بتشوفوا انه جاد القديم بطل جاد هلا. غيرت لي حياتي 180 درجه. كنت شخص ما كنت قد شيء بالحياه، من ورا هالحادثه صرت اعرف قيمه كل شيء بيصير لي بالحياه، واشكر اهلي واشكر ربي على كل شيء. بس كنت ارجع على البيت من ورا فحص ماث وكون زعلان ومفقوس، كان يقعد حد خيي يقول لي روق طول ليلك، بس تشتغل توصل شو بدك، وهيك صار. انا شخص بحط هدف لي بالحياه وبشتغل ليل نهار لاوصل له وانجح. ما في شيء اسمه فشل، في احداث بعيشها وطريق بتعلم منها. تعلمت انه انا انسان وما في انسان كامل، فكلنا بنغلط. صار معي ديسك على عمر كثير صغير، واضطريت نام فتره كثير طويله بالتخت. بوقتها حسيت انه رح تتغير حياتي، رح بطل اقدر مارس الرياضه مثل ما انا بدي، بس كتر خير الله هلا كل شيء منيح. اكثر شيء بحبه بحياتي هو الشغل، السبور والاكل، بس الاكل والسبور بكنسوا بعض، بيبقى الشغل. رح اربح. هلا انا عم بمزح حسب الجادجز.